في صحيح مسلم رواية عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه قال أنا ربع الإسلام، يعني رابع أربعة دخلت في الإسلام. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد عند الكعبة، قلت له من أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال أن يعبد الله وأن يوحد ولا يشرك به شيء وأن تكسر الأصنام وأن توصل الأرحام. ما في صلاة، ما في صيام، لسه ما فرضت. ثم قال لهذا الصحابي عمرو بن عبسة من معك؟ قال معي حر عبد الشاهد. قال أريد أن أكون معك. قال لا، إذا سمعت بي قد أتيت المدينة. يعني نتكلم عن 13 سنة القصة والقصة. فبعد 13 سنة رجع هذا عمرو بن عبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده جاء إلى المدينة ووفى بالوعد، ما يعني أسلم وحافظ على إسلامه. وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة جاء إليه إلى المدينة، فرأى الناس تصب الموية وتغسل يدها ولحيتها، ما فهمنا القصة، فعرفوا قال والله هذا الوضوء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة، قال يا رسول الله الوضوء علمني. قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه الماء فيغسل يديه إلا خرت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم يغسل وجهه إلا خرت خطايا وجهه مع لحيته مع الماء أو آخر قطر الماء، ثم ذكر اليد، ثم ذكر الرأس، ثم غسل الرجلين، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين. الحديث في صحيح مسلم. ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه. إيش يعني لا يحدث بهما نفسه؟ يعني مركز على ذكر الله، يعني ما هو شيء من الدنيا، ركعتين بس. ها، لا يحدث بهما نفسه فيحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل، إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ليش رايح يا فلان للحج؟ يقول لك أنا رايح قاطع المسافات كل الحج لهدف واحد، من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول له يا أخي ما يحتاج الحج، طبعا مهم وركن الإسلام، لكن إذا كان هذا هدفك توضأ فقط، فقط توضأ، والله لو فعلت ما فعلت، توضأ فقط وصلي لله ركعتين، 3 دقائق 4 دقائق، لا تحدث بهما نفسك. والدليل في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم راح عند صاحب القبر قال ركعتان خفيفتان، ركعتان خفيفتان مما تحقرون، ما لا وزن عندكم، وتنفلون، يعني هي نافلة، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيد هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. هذا الرجال اللي في القبر لو قام من قبره وصلى ركعتين خفيفتين مما تحقرون، هي ما لها وزن عندكم وهي نافلة، والله أحب إليه من بقية الدنيا. الله يتوب عليه. فإذا نقول لهذه الأخت، نقول للجميع توضوا وصلوا ركعتين بينكم وبين الله، ترجعون من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. وأرغموا الشيطان، أرغموا الشيطان، أرغموا الشيطان، أوقع في زلة في النظر، أوقع في زلة في العمل، أوقع في زلة في كل شيء إلا شيء واحد. بدينا في الحديث فقصة مدعم، إلا حقوق الناس اللي هو المال، حقوق العبادة هذه ما فيها، لازم ترجع حقوق العباد. غير حقوق العباد بينك وبين الله أي زلة، أي فجور، أي فعل فعلته، تتوضأ وتصلي ركعتين، لا تجعل الشيطان يقول خبثت.